بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان للإمام البيهقي، باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد الله على الوالي من بعدي لما رق على جماعة المسلمين ورحم صخيرهم وأجل كبيرهم وأعطى عمالهم لا يضربهم فيذلهم ولا يخمدهم فيقطع نسلهم ولا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أبو ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا الحديث جاء بعد فصل، لأن الباب في حكم الولاة وما يجب عليهم وما يجب على الرعية تجاه الولاة، ثم ذكر فصل في فضائل العادلين من الولاة. ذكر هذا الحديث يقول أبو ذر فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد الله على الوالي من بعدي. كلمة أشهد الله في هذا السياق معناها أقسم بالله على الوالي، إن هذا من باب القسم، بخلاف إذا قلت أنا أشهد على فلان أنه فعل كذا، يعني يا أيها الجالسون اشهدوا معي على فلان. الشهادة إعلان وإخبار وصدق، هنا ليس من باب الكذا، إنما أراد أن يقصد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحمل من يأتي بعدي من الولاة قسما عظيما أنهم يقومون بالعدل والرقة على من ولاهم الله أمرهم من الرعايا، لما رق على عباده. لما اللام هنا جواب القسم، لأن أشهد في قوة أقسم بالله، جواب هذا القسم لما رق، أي لوصف عظيم يعمله الوالي في الرفق والرقة على العباد. رق بمعنى عطف وحلم ولان على العباد، لأن الرق والرفق قريبان من بعض، ومعناهما ما كان ضد الغلظة والجرأة. والرقيق قلبه يحن على من رق عليه فيعامله بعطف ولين، ما في قسوة ولا في جفاء ولا في غلظة، يعطيه، لأن من رق على عبد في الغالب يعطف عليه، لأن
من مقتضى الرفق والرق أنك تقوم بعمل فيه شفقة على من رققت عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقسم على من والله الأمر بعدي لما رقى على جماعة المسلمين. ثم فصل صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين يعني من والله عليهم، فقال: فرحم صغيرهم وأجل كبيرهم، فرحم صغيرهم وأجل كبيرهم وأعطى عمالهم. الصغير يحتاج إلى رحمة، والرحمة تقتضي الإحسان. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الصبر يعني يصبر على طاعة الله ويصبر على ما يأتيه من جفاء بعض المسلمين وسوء المعاملة، ويرحمهم بمعنى يعطيهم فضل أموالهم ويعينهم فيما يستطيع إعانتهم، هذا معنى المرحمة. فلما قال يرحم صغيرهم يعطف عليهم بما استطاع من الشفقة من المال وغيرهم، ويجل كبيرهم. الكبير في السن ولا في الرتبة أو في كلاهما؟ ما هي الرتبة التي من الدنيا؟ لا، الرتبة بمعنى الشرف والعلم وأنه ذو مكانة وله أياد على المسلمين. هؤلاء يعني جاء في الإسلام أن الله عز وجل يعتني بهم في شؤون الدنيا عناية تفوق غيرهم. كان عمر رضي الله عنه وأبو بكر من قبل إذا جاءت الأعطيات بمعنى عطايا المسلمين كل عام أو كل ما اغتنموا غنيمة، يبدأ بالمهاجرين أولا ثم الأنصار ثم من علم أن له ماض جميل في نصرة الإسلام. هذه العناية ما هي تمييز، لا تظن أن فلان يحابي هذه الجماعة، لا، حاباهم لله. المحاباة يا عبد الله أنك تفضل شخص على آخرين، فإن كان هذا التفضيل لأجل القرابة ولأجل أن تنتفع منه شيئا في دنيا هذا مذموم وتحاكم عليه وتعاقب عليه. لكن إذا حابيته، لأن كثير من الناس إذا أراد أن يبيع شيئا من تركة المسلمين فإن كان فلان من أقربائه غض في السعر وتفادى السمسرة وأعطاه إياه وغيرها من الأمور، لكن هذه المحاباة ليست لقرابة ولا لشيء آخر. فإذا رأيت رجل يجل آخر لأنه عرف عنه إعانته للضعفاء ونصرته للمسلمين وإحاطته لشعبه وأمته، يجب كذلك يا عبد الله أنكم تتعاونون على أن هذا الرجل يعطى ميزة عن غيره في التبجيل والتقديم وغيره. الإجلال بمعنى التعظيم، كما أن التوقير بمعنى التعظيم. تقال فلان يوقر فلانا بمعنى أنه يجعله في وقار لا تثيره بغضب فيتحرك ويضطرب، لأن الحركة ضد الوقار، ولا تثير حلمه فيثور فيغضب لأن الغضب مخالف للوقار. التبجيل كذلك، كيف يكون التبجيل في القول والعمل؟ إذا رأيت كبير السن يتهادى في المشية ليس كمشية الشاب حين ينطلق، ما ينبغي يا عبد الله إذا قرب إلى الباب أن تسارعه فتزاحمه بكتفك، ليس هذا من اللائق. وإذا عرفت أنه اتجه إلى صوم ليجلس فيه لا تسبقه إليه، وإذا عرفت أنه اتجه لكذا لشرب ماء أو كذا لا تسبقه. والناس فيهم ظن وبخل، إذا علم أن هذا شيء فيه منفعة للدنيا وهو قليل والناس يتنافسون فيه لا همه لا كبير ولا صغير.
حده أنه يحوز على ذلك الأمر، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا الوالي يجل هؤلاء أن يسمع أقوالهم ويلطف بهم ويقدمهم في الأمور المهمة ويعطيهم بعض الحقوق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقسم على من جاء بعدي إلا لما يفعل من الرق ما يعطف به ويرحم الصغير، لأنه يحتاج إلى عناية، قد لا يستطيع الكسب ولا يستطيع الدفع عن نفسه، فليفعل الحاكم يحوط هؤلاء. وهؤلاء الكبار يجلهم، والإجلال هذا من أدب هذا الدين. لو رأيت الشعوب التي لا تدين بهذا الدين لرأيتهم كيف يتفانون على دنياهم. هذا الكبير يموت كمداً لا يجد من يشفق عليه، لولا أن هناك نوع من شعوب متيقظة تجبر حكامها على أن بعض هؤلاء ينصفون، لكن الذي يسود عندهم هو ذاك الأمر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أقسم على من جاء بعدي لما رق، أي أنه يفعل ويقوم بأمر يظهر فيه الرفق والرقة على الصغار وإجلال الكبير. ثم بعد ماذا يا شيخ صالح؟ وأجل كبيرهم وأعطى عمالهم لا يضربهم فيذلهم ولا يخمدهم. وأعطى عمالهم، العبارة فيها نقص والحديث فيه ضعف. العمال في اصطلاح أهل الفقه والشرع ما هو أهل الصنعة وأهل العمل والحرفة. إذا قال بعث الوالي عماله بمعنى ولاة الأقاليم والولاة على المدن وأصحاب الأمر في القرى، قال هؤلاء عمال. وإذا أرسل بعث الوالي إلى أصحاب المزارع لأجل أن يخرص عليهم ثمارهم، الخرص بمعنى يذهب هذا وعنده شيء من العلم في مسألة الثمار وله رفاق يعاونونه، فيأتي الحديقة يسموه الحائط ينظر إلى المزروعات وينظر إلى الفواكه والثمار والثمر وغيره، يقدره بعدما يقرب من النضج، لو نضج كم يكون المحصول، فيقول: يا عبد الله عليك من الزكاة كذا وسنأتيك عند جني الثمار. هذا الذي ذهب يخرص النخلة يسمى عامل، والذي يذهب لجمع الزكاة يسمى عامل، والذي ذهب لأجل أن يكون يعرف ما يحتاجه المسلمون يكون عامل. ولذا قال أعطى عمالهم فيه نقص، لابد في شيء محذوف. قال لا يضربهم فيذلهم، يفهم منه أنه يأمر عمالهم أنهم يراعوا رعاياهم لا يضربهم فيذلهم. ضرب المسلم فيه نوع من إذلال، الذل يا عبد الله نوع من انكسار، هذا الانكسار يحصل في القلب، فيه شماتة للعدو حين يرى أن هذا فلان يضرب ويبعد عن حقه، فيصيبه نوع من انكسار فلا يرى نفسه مساوي للآخرين، فيقول ما ينبغي للوالي أن يذل المسلمين. هذه المعاملة الخشنة على بعض المسلمين تغر في صدورهم ويتولد حقد ويتولد خيانة ويتولد غش شيء من غش. لما نهى صلى الله عليه وسلم
ما أتى بجميع اللوازم وما يخرج عنها، لأن العاقل يتفطن لذلك. إنما أراد المسلم ما ينبغي أن يذل، فقال لا تضربوهم فتذلوهم، نعم، ولا يجمرهم فيقطع نسلهم. التجمير في هذا السياق معناه إذا بعثت جندك على مواطن الإخافة، يسموها الثغور، أو أماكن الحرب. الثغر الموضع الذي يخشى المسلمون منه نفوذ العدو، فيضعون أناس يحفظون هذا المكان إذا كان على شاطئ البحر وإذا كان على حدود أهل الكفر، فهم في مراقبة. ولذا يسموه أهل الفقه، وجاء في الحديث يسمى من قام بهذا الأمر مرابط. والمرابط في سبيل الله إذا رابط يوما فإنها تساوي عبادة كذا من السنين، فيه من الأجر عظيم، لأنه جاء يحمي المسلمين خلفه. ويقول إذا بعثتم العمال إلى الثغور أو إلى الجهاد لا تجمروهم، بمعنى لا تجعلوهم في تلك المواطن أشهر طويلة حتى ينقطع النسل، لا يأتون أهاليهم، أهاليهم بعيدين، فلا تحمل الإناث ولا يولد لهم، فأنتم في هذه الحالة قطعتم نسل المسلمين. يفهم من هذا ومن الحديث قبله أنه لا ينبغي لمسلم أن يذل مسلم. الله عز وجل وصف المسلمين بأنهم أعز على الكافرين، أذلة للمؤمنين. فالذلة ليست بمعنى الإهانة، الذلة بمعنى التواضع واللين في اليد. تقول جمل ذلول، بمعنى أنه روض حتى أنه لا يقاوم صاحبه إذا طلب منه أن ينيخه أو يقيمه. هكذا شأن المؤمن مع المؤمن. فالناس اختلفت الأمور، لكن هذا الواقع في هذا الزمان، وكان هذا الواقع الذي صوره القرآن موجود في ذاك الزمان. ويقول صلى الله عليه وسلم نهى عن إذلال المسلم، ونهى الوالي أن يخرج بالجند ويجعلهم أشهر طويلة في الثغور. المطلوب منهم أن يداول الجنود في الإقامة في الثغر كل 4 أشهر 3 أشهر، أعادهم إلى أهاليهم وأتى بغيرهم، لا بد من هذا التبادل. وإلا فيقول صلى الله عليه وسلم فيه قطع للنسل. الحكمة أي العلة التي من أجلها جاء النهي قد تكون له علل كثيرة غير قطع النسل، إنما يختار صلى الله عليه وسلم منها أخطرها أهمها. وإلا الرجل إذا غاب عن أهله اشتاق، وزوجته تنتظر إليه، فلا ينبغي حبسه عن هذه لأن فيها شغل خاطره. فذكر صلى الله عليه وسلم علة قد تكون أخطر من جميع الحكم الأخرى. هذا معنى تجمرهم، وإلا التجمير معناه القطع. فذكر هنا صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، وردت في هذا الحديث وفي حديث آخر، لا ينبغي للوالي إذا بعث الجنود أن يجعلهم يقيموا أكثر من 5 أشهر، لا بد من إعادتهم وتغيير نوع الجند الذي يعيش في الخارج. اسمع، نعم، ولا يجمرهم فيقطع نسلهم، ولا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. ولا يغلق بابه دونهم، غلق الباب كناية عن الاحتجاب، تقال فلان أغلق بابه عن زائريه.
قد ما يكون في الباب في البيت، قد لا يكون هناك غلق ولا فتح، إنما هو في مكان آخر. فلما غاب عن أعينهم جاء بهذه كناية عن احتجابه، قال لا ينبغي للوالي أن يحتجب عن الرعايا، لا بد أن يعرف شأنهم ويسمع منهم ويبعث الولاة يخاطبهم، لأنه لو تركهم لأكل قويهم ضعيفهم. لأكل اللام لام التعليل، أي أن الحكمة من النهي عن احتجاب الوالي عن الرعايا هي هذه، لأنه لو احتجب عنهم أخذ الظالم وأساء معاملة الآخرين، فبدأ القوي يأكل الضعيف، ينهب ماله وحقه ويسطو عليه ويزيحه من مكانه، غير ذلك من المظالم. يقول صلى الله عليه وسلم: كن أيها الوالي تعرف ما يجري حولك وتخاطب الناس وتكون معهم، وإلا أكل بعضهم بعضا، أي بدأ الظلم وتفشى. فجاء بهذه العبارة أن الظلم يفوق أمرهم ويظلمون الناس ولا يبقى إلا القوي. نعم. ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء منهم. ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، دولة يعني يتداولوها، لا تترك هذا المال لا يجري إلا بين الأغنياء. كيف تفسر هذه العبارة؟ تفهم معناها؟ الله عز وجل يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله أي ما مكنه من غنائم أهل الكفر، فحصل ذلك عند المسلمين، هذه الأموال التي اغتنمتموها توزع على ما تسمعونه. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وزعناها هذا التوزيع، ما كان لله وللرسول فهو للمسلمين، كل ما كان لله يعود للمسلمين لأن المال مال الله، وما كان للرسول فهو كذلك يوزعه للمسلمين. لا يختص صلى الله عليه وسلم بشيء إلا الخمس له ولأهل ولذريته. ويقول الله عز وجل: نحن قسمنا هذه الأموال العظيمة على هؤلاء لعلة وحكمة، لأن لو لم ننص على الفقراء والمساكين وابن السبيل لقام القوي والشجاع وذو المران والبأس من هؤلاء الجنود الذين فتحوا القرى، فقالوا نحن أحق، وقامت القبائل القوية قالوا إنما أبناؤنا هم الذين فتحوا، ويعطون هؤلاء ويتركون هؤلاء الضعاف، ويكون المال بين الأغنياء متداول. الله عز وجل نهى عن ذلك. ما هي صورها في الواقع؟ الله عز وجل من رحمته بالعبد أنك إذا مت انقطع عملك، ما في عمل يصل إليك، يعني ما في أعمال صالحة إلا إذا كانت صدقة جارية، ولا في أعمال شريرة تلحقك إلا إذا وقع ضلال منك على أناس فأخذوا بتلك الأكاذيب والضلال فعملوا بها، فإن وزرها يلحقك بعد الموت لا ينقطع إلا إذا انقطع هؤلاء. من رحمته بالعبد أنه إذا مات انقطع عمله أجاز له أن يوصي،
هذا المال لما يموت ليس حقا له، ما يتصرف فيه، انتهى، أصبح المال تركة للورثة. لكن من رحمته قال: أوصي بشيء من مالك لا يزيد عن الثلث إن كان المال كثير، إن كان قليل فليكن الربع، وإن كان قليل جدا لا توصي. هذه الوصاة لغير الورثة. فلو جاء الميت قال: أنا أوصي لابن عمي الذي له رصيد كبير في البنك أن يأخذ ربع تركتي، وأوصي لفلانة وعندها عمائر أعطوها 10% من التركة، وأودع هذه وأوصى بهذه الأموال لهؤلاء الأغنياء، يؤجر ولا ما يؤجر؟ ما يؤجر عليه. الوصية رحمة من الله عز وجل أن تضعها في أناس يحتاجون إليها، لأن الله عز وجل أمر بالكفارات في الحنث في اليمين والوقاع في رمضان والظهار وغير ذلك وقتل الخطأ، أنك تخرج هذه الكفارات لليتامى والمساكين لأجل أن يسود نوع من العدل، وأن يكون أناس يحتاجوا فأنت كففتهم عن الحاجة. إذا علل الله عز وجل وحكم بأمر وقال: هذه العلة هي التي من أجلها شرعنا لكم هذا الحكم، دل على أن هذه العلة مرغوبة مطلوبة، يجب كلما وجدت أن تقوم بالأمر لأنها مطلوب. لما ذكر الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، جعل الحياة هي الحكمة من تشريع القصاص، دل على أن إبقاء روح المسلم مطلوب، لا يجوز أن تزهقه بدون حق. فإذا قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، دل على أن قتل النفس يقتضي القصاص. وهكذا الآيات في كتاب الله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، دل على أن المال لا ينبغي أن يتداوله الغني فقط. ألا تقول: هذه التجارة لا يمكن الدخول فيها إلا من كان رصيده كذا، يعني له من المال شيء كثير، وهذا الصيد في البحر لا نبيحه إلا لمن امتلك 10 قوارب و5 سفن و20 من العمال، فما ينبغي، لأنك هنا في هذه الحالة تضع الأموال دون أن يتداولونها بين الأغنياء منكم. عرفنا هذه الحكمة، تراها جليلة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا رب. إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وإن شر الناس منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق. هذا عن عمر بن الخطاب، حديث آخر. هنا قال: اللهم قد بلغت. ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رقيق. إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة، الأفضلية بمعنى أن هذا الصنف الذي امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق غيره من المنازل. أنا قلت هذا لأنك تجد أحاديث كثيرة: أفضل الناس يوم القيامة من صلى كذا، وأفضل الناس يوم القيامة من تصدق بكذا، فيضطرب المرء يقول: أيهما أفضل؟ فيقال: الأفضلية، أي أن هذا النوع من بين الولاة أفضلهم هذا، وأفضل النوع من المتصدقين الذين تصدقوا بأموالهم وهم يحتاجونها،
وأفضل الناس يعني فيما بين هذا الصنف من الناس. فأفضل الولاة عند الله، كلمة عند الله أي أن هذه الأفضلية العندية بمعنى ما تمتلكه أو بين يديك، ومعنى الأفضلية ليست في ميزان البشر وليست عند أحد، إن الله وإن الله وحده الذي يتولى بحكمته وفضله أن يثيب هذا الشخص من العادلين. يقول عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رقيق. الحديث فيه حث على الولاة أن يكون فيهم عدل. العدل يا عبد الله أنك تقوم بما أمرك الله بقيامه، لأن حكم الله إذا ساد انتفع البشر، رفع الظلم وكفت السرقة وخشي الناس من إقامة الحدود. ومن العدل إذا جاءك المظلوم تنصفه، لا بد من النصف بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا الإمام العادل مع الرفق، الرفق يعني لين الجامل، لين الجانب، قولا وعملا. أما القول الملاطفة بالكلام لا تخشن الكلام، والملاطفة في العمل كذلك، الدفع يكون رقيق، وما تطلبه من إقامة شيء يكون برفق. يقول عمر بن عبد العزيز: إني أرى في الناس خلل يريد إقامتهم على الأمر الصحيح، ويعلم أنهم لو قالوا افعلوا ذلك لغضبوا، فهو لا بد من إقامة هذا الأمر. يقول: أنا أنتظر حتى يأتيني شيء من فضل الله، إما غنائم أو جمع زكوات، فأجمعهم وأوزع عليهم. تفرح النفوس بهذه الدنيا، حينئذ أقول: اعملوا ذلك، قوموا بهذا الأمر. يعني من حكمته وفطنة الوالي وتوفيق الله له أنه لا يحملهم على الأمر من أول الأمر، يرفق بهم يعطيهم. وكذا يا عبد الله افعل هذا في أهلك، إذا أردت أنك تؤدب الولد، الولد يا عبد الله الذكر والأنثى، لأنه مولود، بخلاف إذا قلت الابن والبنت ميزته. أنت أقم أمر الله بين في الأولاد، فإذا أردت أن تؤدبه لأجل أن يطيع الله ورسوله ويطيع الكبير في البيت، وتعلم أن هذه الآلات أخذت لبه وفكره لا يطيعك، لا بد أن يحتاج إلى شيء من الدنيا. اعطه وامنح له ما رغبه إن كان من المباح، ثم قل: افعل كذا واترك كذا. ترى هذه من السياسة الحكيمة يا عبد الله. ما ترى حين يريد كذا يقول: معطي الحلاوة للولد، يقول: يا فلان اذهب إلى فلان وقل له كذا. لو دعوته وطلبت منه في الأولى ما فعل، لكن لما قدمت له الحلوى الآن جانبه وأطاع. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق. رفيق عن لين الجانب، ضده الغليظ والقاسي. نعم. وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق. إمام جائر خرق، الأخرق ضد المتعلم وعكس الرفيق. الأخرق الذي يأتي الأمر بقوة وعنف ويعالج الأمور على غير حكمة،
ويقول صلى الله عليه وسلم إن شر الولاة. هنا منطوق ومفهوم. المنطوق الأول إن أعدل الولاة ذاك الصنف، له مفهوم. لو لم يقل صلى الله عليه وسلم إن شر الولاة لعلمنا أن شر الولاة ما كان عكس ذلك. فإذا قلت أفضل الأولاد عندي الذي يحرص على الصلاة ويطيع والديه، تفهم منها ماذا؟ إن أبغض الأولاد عندك من لا يقيم الصلاة. إذا علمنا أن المنطوق له مفهوم، جاء صلى الله عليه وسلم صرح بالمفهوم لزيادة التأكيد وبيان أن من لم يقم بالعدل ولم يرفق بالمسلمين فهو منزلته شريرة عند الله من بين الولاة. اقرأ ما بعده. أن زيد بن عن رافع ما إسماعيل بن رافع مولى المزلين أخبره أن زيد بن أسلم أخبره أن أباه أسلم أخبره أنه خرج مع عمر بن الخطاب حتى قدم على أبي عبيدة بن الجراح وهو بباب الجابية، فقال أبو عبيدة: يا أسلم، هل استعملك عمر من ماله وأهله؟ فقلت: لا. قال: فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تسبوا السلطان فإنهم ظل الله في أرضه. زيد بن أسلم أخبره أن أباه أسلم خرج مع عمر بن الخطاب إلى الشام، لأن لما أراد أبو عبيدة فتح الشام قالوا له: لا نفتحها إلا إذا جاء واليكم. فجاء عمر رضي الله عنه فذهب إلى الجابية. الشاهد: معه أسلم، أسلم خادم عمر يسمى أسلم، وأسلم هذا كان من رفاق عمر، فقال: هل استعملك عمر من مواليه وأهله؟ يعني هل أنت يا أسلم هل وضعك عمر في مكان على المسلمين وأنت مولى لي؟ قال: لا. وأتى بهذه الكلمة لأجل أن يقول للناس: اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما قال. قال: فاشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا السلطان فإنه فيء الله في أرضه. لا تسبوه، أي لا تغتبوه، لا تشتموه، لأن الإنسان ما يجرؤ قدام السلطان يتكلم. قال: فإن السلطان فيء الله في أرضه. الفيء يعني الظل، والظل له فائدة، يعلم هذه الفائدة في البلاد الحارة ويشعر بها أولئك المشاة. لا تنظر أنت الآن عند السيارات وعند المركوبات، ما كانت كذا، كانت دواب، والشمس تلفح الدابة وراكبها أو مشاة، ولفح الشمس أقوى من لفح من يركب. هؤلاء يذوقون مس حرارة الشمس وحرارة الصيف والهواء، فإذا اشتد بهم الأمر يلجؤون إلى الظلال. هكذا كانت في المدينة، إذا خرجوا من صلاة الجمعة ذهبوا يتبعون الفيء، بيوتهم بعيدة، فإذا وجدوا ظل جدار أو شجرة ذهبوا إليها تستروا بها من حر الشمس. ولذا ذكر الله عز وجل الظلال في كتاب الله، والناس ما عرفت إيش معناها، لكن من أدرك هذا أدرك فضل الله عز وجل في وضع الظلال في الأرض. هذا الظل من يلجأ إليه؟ المحرور والمكدود، ومن عانى من التعب والمشقة، ومن كان حافي القدمين، أغلبهم ضعاف ما عندهم دواب يركبونها. هذا السلطان كالفيء بكنفه وقوته وسطوته يلجأ إليه المكروب والمظلوم ومسلوب الحق،
كلهم يلجؤون إليه ينصفهم، وإن لم نكن نصف هيبته تخيف الظالم. ولذا أشد الناس بغيا من الولاة لا بد شيء من عدل، حتى ولو كانت على الحاشية ومن حوله، إلا ما يستطيع أن يقام الأمر بدون عدل. فيقول: لا تسب السلطان، لو تخلى عنكم لما استطعتم السفر ولا قطع الفيافي، ولا تأمنون أن يقتحم دوركم، ولا تأمن أنت يا صاحب الحانوت أنه يكسر باب الحانوت فيسلب مالك ويكون سطو ونهب. هذا الخيفة والخوف والذعر ليست على الأموال حتى على الأعراض، ونعوذ بالله من غيبة السلطان على الأرض. ولذا كان ينهى أن المرأة يدخل قرية ليس عليها سلطان. الجاهلية هكذا، أيام الجاهلية كانت قبائل تسود، قد يكون عليهم أمير ولا يطاع في كل شيء، أو لا يكون عليهم أمير، وإمرته داخل هذا الحدود فقط الذي يسكنون فيها، فإذا خرج ماله كذا. ولذا ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، لا أمن ولا خوف. ويقول: هذا السلطان ظل الله في الأرض، ولو كان جائر ولو كان فاسق، لو لم يكن موجود يا عبد الله لما أمنت على مالك ولا نفسك. لما قال: لا تسبوهم، يعني لا تغتاب ولا تجمع الناس حوله، ولا تشكو الأمر إلى غيرك، وإذا ظلمت اسأل الله عز وجل النصفة وأن يعطيك الله حقك ويعوضك. لما قال: لا تشتمه، من باب أولى أن تخرج عليه أو تؤلم عليه. والله عز وجل لما جعل السلطان كالفيء، اعلم أن بعض الناس قد يرون أنهم لم يعطوا الحقوق، وآخرون مثلهم يشكرون الله ويحمدونه على ما هم فيه. كلاهما نال من الحق الذي أتاحه السلطان، لكن هذا فيه من الجشع والطلب ما لا يرضيه، وذاك فيه من الرضا والقناعة. فزاده الله عز وجل من طمأنينة القلب ما يجده. هذا تجد يا عبد الله في جيرانك وأسرتك، أسرتان كلاهما أصابتهما الحاجة، أحدهما يقول: الحمد لله نحن في نعمة، والآخر يشكو البؤس والفقر، والحاجة هي واحدة. لذلك من أعطي العفاف وأعطي الغنى، مو غنى المال، غنى النفس، وأعطي الرضا، هذه من أعلى أبواب السعادة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.